اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني يا الله يا كريم. والنهاردة فيديو جديد، لو تكرمتوا يا ستات اعملوا لايك للفيديو. الفرخة الهندية هي رصت لها البيت بتاع البطة سبع بيضات حطيتهم لها، ما بنحط لهاش البيض بتاعها عشان بدل عشان الدنيا ساجعة والساجعة دخلت، فحطيت لها البيض ده. قلت ايه خسارة تقعد عليهم وخلاص بقى، وايه وانا ورزقي. اهي دخلت، اهي جت اهي ودخلت، وبعد يجي 32 يوم. مصورة الفيديو ده على كذا مرة، وبعد يجي 32 يوم طلعت ايه، هي كده رجدت بقى، دخلت رجدت اهي. بعد 32 يوم، احنا في الشتاء والسجع البيض بيغيب. انا فحصت البيض وحطيته كله مليان وكله كويس. الفرخة دي بقالها يجي 5 سنين عندي، ولا هي 4 سنين. بعد ما 32 يوم بقى، بصوا بقى طلعت لي ايه، كل واحد ورزق بقى، ارزاق بقى. يلا على ما انا فحص البيض والبيض كويس، بس هي انا حاطه الصفيحه دي وهي سجعت البيض، ما طلعتش الا دي بس، بطه سكوفي صغيره اهي، ده هي من نصيب الجيران، هنديها لهم ولا انا هندفيها في الشتاء ازاي. بصوا البيض ازرق ازاي، انا فحصاه كله مليان، بس ارزاق بقى كل واحد ورزقه. هندي البطه دهيت للجيران عشان مش هنعرف ندفيها. التانيين عندهم بط طالع يحطوها معاهم، ودهم 6 بيضات بتوع البطه البكيني، بيت مجنس، يطلع بط مجنس. هنشيل البيض اللي عندها، بصوا يا جمال ويا جمال. لو كان في الصيف كان حلي حطيتها في كرتونه كده لوحدها وخليتها، الا في الشتاء عاوز البط مع بعضه يدفي بعضه، مش هتنفع. هنديها للجيران مفيش مشاكل يعني. بص البيض كله فحصاه، بس يلا بقى ارزاق بقى كل واحد ورزق. بصوا ازرق ازاي، هي ما دفتهوش عشان انا حتى الصفيحه دي بس، والهواء الهواء بيضرب والدنيا ساقعه. هندفيها بقى، هنحط لوح خشب كمان، وهنحط قماش. عندي سجاده قديمه وحاجات قديمه ندفي لها المكان مع. بص كله فحصاه وكله كانوا مليانين. يلا اهو البيض المكنس هنحطه له اهو، وهندفي لها المكان بقى. على الله تطلع حتى 4، انا راضي يقعدوا يدفوا بعض ويربي. البط المجنس جميل، بيكبر بسرعه زي البط البكيني كده، جميل، وفي نفس الوقت بيشيل لحم وطعمه تحفه. بص المكان ساقعه، هندفي لها بقى، هنحط لها عندي سجاده قديمه ولوح خشب كمان، هنقفل الدنيا عليها خالص. وده بايظ اهوت اهو، هنرميهم. يلا ارزاق بقى، هي ما دفتهوش.